ازاي؟ النادي الاهلي طلع بيان من اربع نقاط لازم اقولهم من الورقه. واحد، اجراء تحقيق، بيطالب اتحاد الكره باجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراه واستبيان الحقيقه واتخاذ الاجراءات الرادعه لمنع تكرار هذه الاخطاء. استبيان الحقيقه دي كلمه مش قليله. استبيان الحقيقه معناها هل الحكم ده مغرض ولا غير مغرض؟ دي كلمه استبيان الحقيقه، لان الحقيقه بالنسبه للهدف لا، هدف صحيح مليون الميه. طب استبيان الحقيقه يعني ايه؟ استبيان الحقيقه يعني شوفوا الموضوع، الراجل ده قاصد ولا مش قاصد. ادي واحد. اتنين، اعاده النظر في مشاركه مثل هؤلاء الحكام في اداره المباريات القادمه لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص والمنافسه الشريفه بين الانديه. برضو كلمه مشاركه مثل هؤلاء الحكام يا جماعه تقيله قوي والله. يعني مشاركه مثل هؤلاء الحكام يعني ما هو افهموها انتوا. لما تقول ما تجيبليش الشكل ده تاني، انا مش عايز اشوف الاشكال دي، يعني استبيان الحقيقه يعني اشوف الراجل ده قابض ولا ايه؟ ملهاش معنى تاني. الصياغه قاسيه قوي. الصاغ طبعا، الصاغ مش مجلس اداره، الصاغ في حد بيصيغ يعني. التلويح بعدم استقبال عدم استكمال المسابقه مش النادي الاهلي ابدا ابدا ابدا. انتم رجال دوله، الأندية ورؤساء الأندية رجال دولة، أنتوا بتخاطبوا ملايين من العشاق والمحبين، ما تكهربوش الأجواء. ممكن دي وسيلة تلويح للضغط بيمارسها الزمالك عشان أكون صريح. طيب كابتن مدحت بيقول استبيان الحقيقة معناها أشوف الراجل ده الخطأ ده متعمد ولا غير متعمد. طب لو متعمد مش من حق اقول ان انا ما اشوفش وشه تاني في الملعب؟ مش ده التفسير البسيط؟ وايه الغلط ان انا مش ده تبسيط الالفاظ اللي ومش عايزك فكره انك انت تقول مش عايز تشتكي؟ لا مش عايز انك تقول حق. وعايزين نعرف استبيان الحقيقي تقيله قوي. كلمه هو كلمه استبيان الحقيقي ده عيب، عايز اعرف الحقيقه بس. الحقيقه ممكن انت بعد ما تستبين تقول لا الحقيقه ان الراجل ده مغلوب بريء، انت حر بقى. أوكي. انا عايز اصعد بقى، دي خطوتي دي ترجع لنا. لكن انا بقول لك قول لي ده حصل ليه؟ اللي انتوا كلكم بما فيك رئيس لجنه التحكيم بما فيك والحكم نفسه قال بعد ما شفتهم ايه غرقوني. واخد بالك؟ طب اللي غرقوك دول غرقوك ليه؟ ليه؟ مش ده استبيان الحقيقه؟ طيب. اذا كان الراجل الفاعل نفسه الفاعل بيقول لك غرقوني، طب انت مش من حقك كطرف وقع عليك ضرر تقول له غرقوك ليه؟ مين دول يا حبيبي؟ ايه العيب في كده؟ ايه العيب؟ اذا مفيش عيب في كده. كلمة بقى أنا أحقق في الرشوة، مين قال لك أحقق في الرشوة بس؟ مين قال؟ أنت زي؟ مين قال إن أنت ما تحققش في أسباب إن الناس دي غرقت الراجل ده ليه؟ يمكن عاملين عليه مؤامرة يا أخي، يمكن عايزين يضيعوه، يمكن من ضعاف النية، لا يمكن مش شايفينها. ما فيش، لا لا ما لا سيب والنبي عشان خاطري أبوس إيدك، بلاش ضعاف فنية دي، والله العظيم حكامنا أشطر حكام ودارسين قانون. إيه رأيك بقى؟ أنا مديهم 10 على 10 في دراسة القانون. ما انتش عايزين نخش في حته ضعف، يعني ايه ضعيف فنيه؟ مش قادر يحفظ له كلمتين؟ مش شايف اللي تحت رجله. يعني الكلام ده ده انت دلوقتي اللي بتقول عايز اثقف المدربين واللعيبه عشان ما يحتاجوش. يعني دي مش وسهله، القانون موجود. مش عايز تدريب شديد قوي، هو على التدريب على الحركه قطريه ولا مش قطريه؟ يوميها انت مكسل وبليد وما بتتحركش بسرعه، شفت حاجه ما صفرتش، لازم اقول لك حق الراجل ده ما صفرش ليه؟ من حقي اقول لك عرفني يا ربي الراجل ده اللي مصر كلها اجمعت على حاجه الا هو، اتضح ان هو كمان كان مجمع عليها. يعني جزء من استبيان الحقيقه دلوقتي نتيجه الضغط اللي حصل ورمى بلاء على حد تاني. ده موضوع تاني. ممكن انا مش عارف الحكم الخامس قال ايه لحد النهارده، ما جابولناش رده. ممكن يقول لك لا انا ما قلتلوش الغي الا اذا كان بقى هيضحوا بيه. واخد بالك؟ فانا مش فكره، وانا بيني وبين الكابتن ابراهيم ولا الكابتن خاطر، اسمه خاطر؟ ابو خاطر بيننا وبينه ايه يعني؟ لكن لما تبقى واقف وشايف لازم احنا نتجنن. انت واقف وشايف، واخد بالك؟ لما تبقى شايف ضربه الجزاء بالايد الراجل والحكم الخامس جنبها برضه ما زال يتنطط، واللي بيقول لك اصل مسؤوليته الخط، حظه الوحش كان اللاعب بتاع الاسيوطي واقف على الخط وطلعها من الجول.
فما يمكن عبرت الجون مش تشوف، واخد بالك؟ وما طلعت بعد ما عبرت الجون وانت واقف في هذا المكان وما تحسبهاش، وبعدين تكافئ انك تلعب الماتش اللي بعديه. المكابره، هو دي مشكلتنا في المكابره يا ابراهيم. انك انت لا، انت بتتهم، انا بقى مش اضرب دماغك في الحيط وحوري لك نموذج المكابره واحنا بنستعرض. بص اهي اهي يا عم، ايه اهو الصفاره ببقه، تعال هنا اتكلم اهو، هيبتدي يتكلم. استنى، حط ايده على ودنه، ارجع تاني، ارجع تاني لما حط ايده على ودنه. اتفضل. هنا ما اتكلمش لسه، ارجع ارجع بقى وهو بيتحرك شمال. الحكم الخامس، ارجع امشي امشي قدام يا شوارب. لا هي مش فيده، هي الكادر هو كده. استنى، امشي كمان. لا وقع، انا عايز الحكم، جات له لقطه دلوقتي شفتها والله. عشان طب عيدها 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 بالطبيعه يا شوارب، عيدها طبيعي، امشي طبيعي، عيدها تاني طبيعي بدون بطيء اهو. لحد دلوقتي الحكم هيصفر، امشي ايه امشي اهو. استنى بقى، ابتدى يتكلم اهو. ايوه اهو، ابتدى بعد كابتن ابراهيم نور الدين مد ظهره. ايوه، يبقى فين اللي قال له بقى؟ بص اهو، هو كده بيقول له، بس كان خلصت. لا بيقول له ايه ده، كده بيتلقى كلام ابراهيم نور الدين. أيوة. ابراهيم اتضير وكلمه بعد ما خد قراره اتضير، وبيساله دلوقتي يا اللي بتقوله ان الراجل قال له الغي، قال له الغي دلوقتي. قال له نبي هي صح والغلط، هيقول له ايه؟ ده بعد ما ادى ظهره وخد قراره خلاص ومشي، مش قال له في الاول وهو حاطط الصفاره ببقه؟ هنا الصبيان الحقيقي، ايه رايكم بقى؟ ما دي حقيقة اهي، اشمعنى واحد زي بالعين المجردة قدر يوصل للقطة دي؟ وبعدين أنت، أنا عايز الراجل بيحط إيده على ودني، يعني إيه؟ إيه؟ بتقول إيه؟ بص، رمي المشكلة على الحكم الخامس اللي ورا اللي بيتنطط ده، ده حاجة تانية، ده هنخش فيها تاني. بص إبراهيم نور الدين، ده قراره، وبعدين عايزين تجاملوه تدافعوا عنه، دافعوا عنه بالباطل، بس ده ده قراره. وبعدين فجأة اتضير أهو، لا ماشي ماشي ماشي، اتضير ورجع وبدا الحوار مع الراجل، ورجع أهو. وبعدين بعد ما اتضير هيبدا الحوار اهو، ابتدى يكلم الحكم، فالحكم حط ايده على ودنه اهو، هيبدا الحوار اهو. ايوه الله ينور، هيبدا الحوار. قولوا لنا بقى ايه، فسروا لنا الحركه، هتغنوا وتقولوا لي استبيان واستهبال وكلام فارغ؟ هو مواجهه الخطا يبقى كده، هو عايزين ايه؟ احنا بنقول ايه؟ ما بنقولش ادونا الثلاث نقط، وحتى ما قلناش حاجه، بنقول استبيانه الحقيقه، هذا جزء من استبيان الحقيقه يا كابتن مدحت، ما نقصدش بيه، وحتى لو نقصد ده حقنا. فكره ان لا، الاهلي والانديه الشعبيه وانتوا رجال دوله، وعشان كده رجال دوله بندور على الحق. هو مساعده الدوله ان تمشي الغلط، تمشي الغلط وتسيب الجماهير متضايقه، ولا تدافع عن الحق؟ اما انزع فتيل، ولا تواجه المشكله؟ هو ده مش نزع اللي فتيل، المشاكل بالظبط يا سيدي، والله لو عليا طبقوا عليا بالظبط. انا اقول لك ايه تاني؟ هو انا طلعت حكم؟ هو انا قلت لك لو مؤاخذه الحكم ده في حد رشاه؟ هو انا لو قلت ان ذمته سبب الغاء ايه؟ انا بقول لك لما يجي بقى كابتن ابراهيم نور الدين ما تبيعليش الوهم، قول له اتضير امتى، اكلمك في الدقيقه كام والثانيه كام، انت قلت له بعد ما اتضير ولا بعد وهو الصفاره ببقه؟ بالظبط، لو طلع الحكم وقال وانا في الصفاره ببقه يبقى يشيلها الحكم الخامس. ليه معتبرين ان المطالبه بالتحقيق مصيبه؟ لان احد الاحتمالات، احد الاحتمالات انها تكون فيها حاجه غلط فهتبقى بس مصيبة. مش كل حاجه لكن ما تقولي هي دي الحاجات التانية، لان مش حاجات فنيه، الحاجات الفنيه اللي تدخل في التقدير، في سوء التقدير، في التمركز الخاطئ. ده انا سمعت واحد بيقول اصل الحكم الخامس متمركز غلط، متمركز غلط ده مشارك في اللعبه، ده ناقص يرقص معاهم. ما هو بص مغبغانات بغبغانات والله. طيب كابتن مدحت ختم الفيديو اللي فات، الاهلي ما بيضغطش، وان كان الحقيقه اللي بيضغط الزمالك حسب قوله. الزمالك كمان ما قالش الزمالك، قال والزمالك كمان. طيب انما هي الفكره، احنا دي خلافنا دلوقتي في الحته اللي اثرها كابتن مدحت، احنا هنا بنوضح له، مش داخلين في خناقه يعني، انه الصبيان الحقيقي معنى كذا، معنى التلويح بالانسحاب بقى اللي اتكررت كمان كتير. لا احنا بنقول قولوا لنا وحققوا وردوا علينا، وبعد ما تردوا علينا وتكتشفوا شيء ابعدوا الناس دي، واحنا عايزين الفار وعايزين الحاجات دي، واحنا هننتظر
وهنصعد، يعني مش ناويين نفوت الموضوع، يعني لو اعتمدتوا على الزمن وان عدم الرد لا مش هنفوت، ده مفهوم التصعيد، ولما ردتوش علينا قد يصل الامر الى الانسحاب. لم نقول او نلوح او نتخذ قرار بالانسحاب وننتظر بعد كده ان احنا طب هنرجع، لا ما قلناش لسه الكلام ده على ضوء ما يحدث. يعني انت لما تيجي دلوقتي تحقق وتقول انا وصلت لكذا كذا 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 كذا، اذا قبل النادي الاهلي الامر خلاص خلصت المشكله، هتيجي تقول له الفار هتتكلف كتير ويبقى على حسابك. انا ضد الفار، خلاص انا ضد الفار، لان برضه الفار ماسكه بني ادمين، فلو هنبتدي نقول اصل الحكم عايز والفار مش عايز، راح الحكم راح الحكم في روسيا وفي السعوديه وسأل وعمل فرق ايه؟ خدنا حقنا؟ ورجع لعب الفار في عجل، خدنا حقنا؟ محدش بيقول لك ده دليل ان الحكم هو صاحب السلطه المطلقه. طبعا يعني حتى الفار لما بيقول له دي مش بينتي، عشان اللي بيجي يقول لك ايه بقى؟ اصل ده قرار الحكم الخامس هو اللي عنده الفيتو. لا، هيظل الحكم الملعب اذا شاف هو اللي عنده الفيتو. بيهرج اللي بيقول كده لانه اللي بيهرج. طب ما انت هتشوف مين اللي بيهرج ده. طيب الاهلي طالب بتقنيه الفار، طالب انه اتحاد الكوره يشوف الامكانيات التكنولوجيه الحديثه في تطوير منظومه التحكيم. الشكوى من ضعف التحكيم مش عيب ولا مصيبه. الكابتن عصام عبد الفتاح نفسه ليا انا شخصيا واحنا في روسيا شكى كتير جدا من مستوى التحكيم في مباراه منتخب مصر، ووصف احدى المباريات بانها كارثه وفضيحه. اذا لما انت شعرت ان فيه ظلم وقع عليك اتصرفت زينا، اتصرفت زينا. هي الفرق بس دلوقتي ان انت رئيس اللجنه، اتصرفت طبيعي. اصل الكابتن عصام بقى انا كنت عايز اقولها، بيتصرف انه بابا عصام مع الحكام. انت مش بابا عصام مع الحكام، انت مش جاي تحمي الحكام، انت جاي تثقفه وتطوره وتبعد اللي بيجيب لك مشاكل. بس بتيجي اللي بيجيب لك مشاكل سواء لضعف او لغرض بتبعده. صحيح. وما تقوليش انه ما تفضحوش، مش عايزك تفضحه، بس مش عايز اشوفه. نمره اتنين، انت كمان مسؤوليتك عضو مجلس اداره ورئيس لجنه الحكام انك انت تعمل مسابقه نزيهه وشفافه. بالظبط. انت مش بابا عصام. مش كل ما نجيب سيره التحكيم محدش يتكلم على التحكيم، انتوا فاكرين نفسكم مين؟ لا، نتكلم على التحكيم وانت تقنعنا ان التحكيم بخير. انت دورك، مش دورك انك ما تقوليش اسباب، مش دورك تطلع تقول لي بعد ماتش الاهلي والزمالك اللي اصريت على استبعاد الحكم الاجنبي وقلت ده مش من حق الانديه، ودلوقتي بتقول الاهلي يطلب حقهم اجانب، ده حقه. وقلنا كده اللي طلعوا من البلد. دي جايه؟ لا هجيبها. طب استنى بقى. فالنهارده نطلع، يطلع الحكم يقول لك، يطلع يقول لك الحكم كان هايل وخد المباراه لبره الامان. مش دور الحكم ياخد المباراه لبره ابدا. لو خد المباراه لبره الامان عكس قناعته يبقى مخرج ويبقى ظلم. طيب قال لك الكابتن عصام يوميا قال ايه؟ قال لك ده كان لو طبق القانون، لو طبق القانون اكنه مش نادي اللي طبق القانون. لو طبق القانون كنت طرد خمسه من هنا وخمسه من هنا، فبحييه انه ما طبقش القانون. وطلع بالمباراه لبر الامان وشط الغرام والكلام الفارغ. الاهلي طلب في بيانه استخدام تقنيه الفيديو او الوسائل التكنولوجيه لمساعده الحكام على تطوير الاداء. كابتن مدحت شلبي اعترض بشده على حق الاهلي في استخدام الفار بشده. نشوف. يتحمل اتحاد الكره مسؤولياته في تطوير منظومه التحكيم باستخدام احدث الوسائل وتطبيق تقنيه الفار. على فكره دوريات كتير جدا قدنا 100 مره ما بتستخدمش تقنيه الفار، وفي مقدمتها الدوري الانجليزي. يعني مش كل دول العالم بتطبق تقنية الفار. تقنية الفار بتطبق العدالة، أنا معاك، بس كمان تقنية الفار دي آسف اللي جاي يعني عايزة دول متقدمة ومتحضرة. إزاي يعني؟ يعني سوري، يعني لو حصل إن الحكم حسب هدف وبعدين قالوا له شوف الفار، الحكم ده هيطلع على الفار عشان يبص، هتلاقي الفرقتين راكبين فوق دماغه والمدربين فوق راسه والمساعدين مجهزين بالملاكمة. ادي واحد. اتنين، الجماهير عندنا اخبارها ايه؟ هل متقبلة حكاية الفار من عدمه؟ تلاتة، ما عندناش التقنيات اللي نعمل روم كنترول والحكاية والرواية، قصص
وبعدين الفار مش كل شويه هتروح فار، مش كل شويه اذا كان عندك فار يعني. وزي ما قلت وبكرر مره ثانيه، مش كل الدول وكل الثقافات وكل الاخلاق مؤهله لاستقبال الفار. ده احنا الفار هنا عندنا بعد اول خطا هيبقى زار، الكل هيلف يطبل، كل هيلف يطبل، هيبقى زار، مش هيبقى فار ابدا ابدا. الفار هيبقى زار، وده يتطبق في الدول المتحضره والمتقدمه، مش عندنا، مش عندنا، لان احنا لان احنا مش متقدمين مش متحضرين. انا كده بقرا صح ولا بسمع غلط؟ كابتن مدحت قال اللي قاله وعدد الظروف الصعبه اللي شايف معاها مستحيل يتطبق الفار في مصر، لا التقنيات تسمح، لا المستوى الثقافي والاخلاقي يسمح، ولا الامكانيات الماديه تسمح، الثقافي والاخلاقي، ولا الوسط الثقافي ومستوى تحضر الناس يسمح. وانه لو اتطبق الفار في مصر هيبقى زار مش فار. انا متفق معاه في حاجه واحده بس، ان الفار في تكلفه عاليه جدا. لا النقطه اللي اتفقت معاه في نقطه واحده، ان لما قال ان مش كل دول العالم بتطبقه. أنا إذا كان الدوري الإنجليزي مش واخده، الدوري الإسباني ودي واخده. هل الدوري الإنجليزي مش متقدم؟ لكن أنا هنا ما أقدرش يعني أتهم، لما حد يطلب مش ما غلطش، بس هي الفكرة. إنما اللي أنا واقف عنده بجد كابتن مدحت عنده هذا الرفض الشديد لفكرة الفار، وقال لك ده هيبقى زار وإحنا غير مؤهلين وغير مثقفين، ولا الأخلاق ولا الإمكانيات ولا التقنيات ولا كل الظروف تسمح. ده في الحلقة، في نفس الحلقة أرى تويتة نشوف الرأي بقى عامل إزاي. مستشار تركي آل الشيخ نزل بيان منذ قليل قال فيه: لماذا لا يستعين اتحاد الكرة فعلا بنظام الفار لتوفير العدالة التحكيمية في منافسة قوية وحتى نشعر بتوافر أو بتوفر العدالة؟ طب اطلبوا لنا كابتن عصام عبد الفتاح نساله ايه مشكله ان احنا نطبق الفار؟ اطلبوا لنا هي مشكلات، هتقول لنا اي حد من لجنه الحكام مشكلات تقنيه، لان شاشات تلفزيون وشاشه تحت طب ويعني بتبقى مرتبطه بنفس الارسال. لا هو عايز غرفه كنترول، ما انا اقول لك لازم في غرفه، في غرفه بقول لك في غرفه فوق موجود في الاستادات. بس في استادات هتقدر توفر فيها الفار ده؟ دي مشكله. يعني انت مثلا في استادات ممكن استادات دلوقتي، لا يعني انا عارف يعني هقول لك ايه استاد، يعني مثلا برج العرب، لا لا كل دي ماشي اوكي في انديه. انا بتفق جدا مع المستشار تركي وبتفق مع النادي الاهلي، احنا غرضنا العداله، بس عشان نطبقه هنطبقه صح ولا هنطبقه مانيوال زي ما كنا بنطبقه؟ وهل اللعيبه جاهزه زي ما وانتوا كمدربين مش هتركب فوق دماغ الحكم؟ لا لا خالص، لا شك ان هو هيقر العداله، هو مريح صراحه، يعني هو يقر العداله صح. مش هيجي لك صداع صح. يعني الهيدك اللي احنا عايشين فيه كل يوم ده بيعترض وده بيهدد بالاستقاله وده مش هيلعب الدوري، والسنه اللي فاتت المستشار مرتضى وقف لنا الدوري صح. شهر ونص. وكمان خلي بالك في انديه زي الاهلي والزمالك والنهارده بيراميدز ما شاء الله في الثلث والاخر، برضه هو عايز في النهايه يحقق بطوله، ياخد حقه، ياخد حقه. طب اقول لك حاجه، الانديه تجتمع بقى، واذا كان الامر محتاج تدعيم الانديه تدعم وشوفوا يعملوا ازاي. يعني اذا اتعمل انا اشوف انه هتبقى حاجه محترمه. طيب اذا هناك اتفاق عن الفار سيساعد في تحقيق مزيد من العدالة، من العدالة، وهيحل مشاكل كتيرة، وهيحل مشاكل كتيرة. و وإيه تاني؟ ونسمع بشروط شبانه في الراديو. لا أحسن. بشروط، بشروط، لكن أصحاب الشأن متفقين على تقنية الفار، إيه المشكلة؟ أنا بقول لك أنا مش مرتاح له قوي، لأن في الآخر بشر اللي هيدروه، لكن إذا كان الفار هيحل مشكلة ويحقق عداله، طب ما نجرب الفار ولا الزار؟ ما بلاش زار. ما الزار بقى فار والفار رجع بقى زار، وبعد كده تقول لي بلاش زار.